نادي للتمثيل للاهلي في فعاليات يا ريت التصويت. نجيب صورته تاني الناس تشوفه وتتعرف عليه، لانه كادر من الكوادر النادره الصعيده بقوه جدا في مصر، مش وفي المنطقه. ان شاء الله. طيب، كان مديرا اقليميا لمايكروسوفت، كان حاضر هذه الفعاليه المهمه جدا بكل تفاصيلها موفد قناه الاهلي الزميل فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احكي يا فاروق، ايه اللي حصل وايه التفاصيل وايه كواليس هذا الانعقاد، لانه تدشين رابطه للانديه الافريقيه حدث مهم جدا، اعتقد بينظم كتير من تفاصيل العلاقه. ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني خلينا اخد من كلام حضرتك من البدايه يا استاذ ابراهيم، عمليه تدشين ان يكون في رابطه للانديه الافريقيه. باتريس موسيبي لما اتكلم في هذا الامر قال ان كان في حديث ما بينه وما بين يعني احد افراد الاتحاد الدولي على ان هذا الشاب الابيضاني بالظبط الاستاذ او المهندس خالد عبد الله ممثل النادي الاهلي في الاجتماع اليوم. لكن خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم ان باتريس موسيبي اتحدث امر بالتحديد، قال وجود حجم فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي بحجم بطولاته الافريقيه كان محور حديث ليه مع احد يعني مسؤول الاتحاد الدولي لكره القدم، وطرح فكره تكوين رابطه للانديه الافريقيه لطرح رؤى جديده للقاره السمراء. باتريس موسيبي قال احنا مش عايزين ان الامر يبقى مقتصر فقط على المنتخبات الافريقيه وتواجدها في كاس العالم، لا عايزين يبقى فيه تواجد قوي للانديه الافريقيه على الساحه العالميه، واستشهد بان النادي الاهلي اصبح ضيف دائم في بطوله كاس العالم للانديه واتكلم على هذا الامر. طبعا النهارده كان حضور المهندس خالد عبد القادر ممثل عن شركه الكره بالنادي الاهلي او عضو شركه الكره بالنادي الاهلي ممثلا عن النادي الاهلي، الى جانب طبعا كان تم توجيه دعوه ل 80 نادي افريقي. ابرز الحاضرين طبعا كان نادي وفاق الطيف، نادي الرجاء، خليني برضو يعني أي بعض الانديه من جنوب القاره، من انديه من شمال القاره. لكن تم طبعا تصنيف تقسيم القاره الافريقيه لمنطقه شمال افريقيا، والمنطقه دي بتضم انديه الاهلي والرجاء والوداد والترجي. طبعا تم يعني خلاص اختيار ان النادي الاهلي والرجاء ان هم يكونوا ممثلين لانديه شمال افريقيا في كاس او في رابطه الانديه الافريقيه. هنا سؤال مهم جدا استاذ ابراهيم او باشمهندس عادلي، ليه تم اختيار النادي الاهلي وليه تم اختيار نادي الرجاء؟ طبعا في تصنيف الشمال افريقيا او انديه شمال افريقيا النادي الاهلي هو صاحب المركز الاول في التصنيف، بيليه في التصنيف نادي الوداد البيضاوي المغربي، ثم نادي الترجي التونسي، ثم نادي الرجاء. نظرا لعدم حضور نادي الوداد اللي هو صاحب التصنيف الثاني، وايضا عدم حضور ممثل عن نادي الترجي التونسي صاحب التصنيف الثالث في الترتيب انديه شمال افريقيا، تم اختيار الفريق الرابع في الترتيب وهو نادي الرجاء اللي حضر اليوم. النادي الاهلي ونادي الرجاء هم ممثلين عن انديه شمال افريقيا في رابطه الانديه الافريقيه. من مصر طبعا تم اختيار سته انديه وهم بالترتيب بتاعهم طبقا لتصنيفهم، النادي الاهلي في التصنيف الاول، يليه نادي الزمالك في التصنيف الثالث، ثم نادي بيراميدز التصنيف الثالث، ثم نادي فيوتشر التصنيف الرابع، ثم المصري، ثم نادي الاسماعيلي. والدوله الوحيده اللي بيمثلها في رابطه الانديه ست انديه هو النادي جمهوريه مصر العربيه بسته انديه. ولكن طبعا يعني منعا ان يكون في تكتلات تصويتيه لبعض الدول، يعني ده من الامور اللي خلاص من القواعد اللي هيبقى منصوص عليها في اي اجتماع للرابطه، ان اللي ليهم حق التصويت من مصر في رابطه الانديه هم اربع انديه فقط، وهم طبقا لتصنيفهم اول اربع انديه في التصنيف، وهم الاهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر. يعني العدد انت ليك عدد ست انديه، ولكن اللي ليه حق التصويت في اجتماعات الرابطه او اتخاذ القرارات في الرابطه هم اول اربع انديه في التصويت، او اربع انديه في التصنيف. ده طبعا ان الاتحاد الافريقي ورابطه الانديه مش عايز يبقى فيه تكتلات زي ما قلنا لبعض من الامور طبعا اللي لا لحظه واحده، التصويت في هذا الاستحقاق ولا التصويت بشكل دائم ولا ايه؟ يعني انت عايز تقول ان لهم حق التصويت في هذا الاستحقاق الاربع انديه دول، شكلوا الجمعيه العموميه اللي بتختار مجلس الرابطه.
تمام. انا فاهم كده انه دائما، لا هي كقاعده في لائحه النظام حطوها انه ما فيش دوله يصوت عنها الا اربعه دول. انا فاهم يعني دول هيبقوا ثابتين ولا ممكن يتغيروا؟ لا ثابتين وفقا للتصنيف. لا دول الاربع دول او الاربع فرق اللي هم ثابتين في التصنيف. خد بالك يا فاروق، ثابتين ما لم تتغير هويه اي نادي، يعني افرض اي نادي من دول نزل درجه تانية. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. هيعلق عضويته ومش هيحق له التصويت ولا الحضور. دي لائحه؟ اه. بص يا استاذ ابراهيم، دي نقطه في غايه الاهميه، وكانت واحد من اهم النقاط في اللي تم اطارتها، ان الفريق اللي موجود في التصنيف دي خلال رابطه الانديه في حاله هبوطه للدرجه الادنى والدرجه الاقل بتعلق وتسقط عضويته. لكن هل التصنيف ده دائم؟ التصنيف ده دائم الاربع فرق او الاربع. هي تعلق العضويه مش تسقط يا فاروق، هي تعلق العضويه لحين استعاده مكانه في بلده. بالظبط، تعلق عضويته لحين عودته مره ثانيه واستعاده مكانته في التصنيف. ده هذا الامر من النقاط المهمه جدا اللي تم اصرارها. طبعا ان في اتجاه داخل الاتحاد الافريقي ان هيتم منح كل نادي في رابطه الانديه مبلغ 50,000 دولار بأسا، ده هيكون بشكل سنوي لكل نادي من الانديه طبعا المؤسسه والمشاركه في رابطه الانديه. من النقاط برضو المهمه، خليني اقول لك ان النادي الاهلي ده من اللي احنا لمسناه او اللي شفناه من المهندس خالد عبد الهادي، النادي الاهلي ما كانش يعني في اتجاه النادي الاهلي او في نيه النادي الاهلي ان هو يترشح لرئاسه رابطه الانديه. النادي الاهلي سايب الامر لانديه في القاره الافريقيه. النادي الاهلي نأى بنفسه عن هذا الامر. ايضا نادي الرجاء فضل ان هو ما يترشحش لرئاسه الانديه. خليني برضه اقول لك ان في تم انتخاب حرصة سعيد. سعيد ده ممثل نادي يانج افريكان اللي هو في التصنيف يعني في الدرجه الاقل من نادي سيمبا، ولكن نظرا لعدم حضور نادي التنزاني تم منح العضويه او التصنيف، خدوا النادي يانج افريكانز بدلا من نادي سيمبا وتم انتخابه لرئاسه الرابطه. كان في حرص ايضا على تواجد المراه الافريقيه ويكون دعم او دور للمراه، وبالتالي جيسيكا دي ممثله عن نادي كايزر تشيفز اللي يعني اثناء لقائها التقت معانا، ويعني كان في كلام واحاديث اتكلمت من خلالها عن دور النادي الاهلي، لان جيسيكا كانت يعني احد المسؤولين في نادي كايزر تشيفز، وكانوا استضافوا تدريبات للنادي الاهلي اثناء تواجد المستر بيتسو موسيماني مديرا فنيا للنادي الاهلي اثناء ملاقاته لفريق ماميلودي سان داونز في البطوله اللي توج بيها النادي الاهلي البطوله العاشره، فكانت موجوده وكانت حريصه ان هي تلتقي به المهندس خالد عبد القادر وتتكلم على قيمه النادي الاهلي. الشيء المهم جدا ان الجميع كان عنده حاله ترحاب وحاله سعاده انه موجود في مصر. الجميع يعني بيتسابق انه يتكلم عن مصر، الجميع وجه رسائل مهمه جدا ان النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني هو بيتكلم النادي الاهلي مقبل على كاس العالم للانديه، عايزين ندي الدعم بتاعنا للنادي الاهلي كلنا كقاره افريقيه، نكون عندنا حلم ان احد الانديه الافريقيه يتوج بطلا لكاس العالم للانديه. قال ده حلم، قال احنا كنا سعداء جدا لما بنشوف نهائي الامم الافريقيه ما بين منتخب مصر والسنغال وجود نجمين كبار عالميين زي محمد صلاح و ساديو ماني، اعتقد كان حاجه بنعتز بيها. عايزين ان المشهد ده نشوف البطوله العالميه، ليه ما نشوفش فريق او منتخب افريقي يتوج بكاس العالم، النادي افريقي يتوج بطوله كاس العالم للانديه. قال انا بعتز بمصر جدا وبعتز بتاريخها وبعتز بالانديه، ما ينفعش ان مصر هي الجزء الاكبر في القاره الافريقيه بانديتها وبتاريخها. النادي الاهلي هو البطل المتوج للقاره الافريقيه، بنعتز بتواجدنا وبنعتز بقيمه النادي الاهلي. ده يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي الشوط اللي كان خاص برابطه الانديه الافريقيه. طبعا في لائحه هيتم طبعا الاول يا فاروق، هو تم انتخاب مجلس اداره الرابطه من كام عضو؟ تم انتخاب رئيس للرابطه واثنين مساعدين او اثنين نواب، نائب جيسيكا اللي هي ممثله عن نادي كايزر تشيفز وممثل عن نادي يونايتد النيجيري، دول الاثنين نواب والعضويه معاهم خمس اعضاء.
فده المجد اللي تم ان انتخابه للرابطه. لكن في بعض التعديلات، منتظرين في اول اجتماع على اللائحه لبعض مسؤولي الانديه طالبين تعديل بعض، يعني من ضمن الحدود اللي تم مناقشتها ان اللي موجود في يعني ما ينفعش ان يكون ممثل في الكاف الاتحاد الافريقي ويكون هو كمان ممثل في رابطه الانديه. دي كانت من البنود اللي تم الطلب فصل تام ما بينها، ان اللي يتولى منصب في رابطه يعني ما يجمعش بين الاثنين، ما يجمعش ما بين المنصبين. باتريس موتسيبي قال النقطه دي نقطه مهمه جدا واكيد هنحطها في عين. هل في حد من الانديه المصريه ترشح لعضويه الرابطه؟ هي مفيش حد ترشح، ولكن هو النادي الاهلي فقط، وكون النادي الاهلي كان هو النادي الوحيد اللي كان يحق ليه الترشح على منصب الرئاسه استاذ ابراهيم. يعني دي النقطه المهمه، النقاط المهمه جدا. يعني النادي الاهلي هو كان هو النادي العربي او النادي اللي في شمال افريقيا اللي كان الوحيد اللي يحق ليه الترشح. الاهلي والرجاء هم الوحيدين عن الشمال. الاهلي والرجاء كان ليهم اللي تم اختيارهم من منطقه شمال افريقيا، لكن اللي كان ليه الحق ان هو يترشح لرئاسه الرابطه كان هو النادي الاهلي، لان هو الاول في التصفيق. لا انا مش بتكلم عن الرئاسه، رئاسه وعضويه. العضويه هم 15 عضو في المكتب التنفيذي. بالظبط. يعني النادي الاهلي ما ترشحش على اي منصب؟ النادي الاهلي حصل على المنصب الخاص بعضويه رابطه الانديه. مش فاهم. يعني هو عضو في الرابطه دلوقتي؟ عضو رابطه ولا عضو مكتب تنفيذي؟ عضو المكتب التنفيذي للرابطه. هم ناديين من شمال افريقيا، النادي الاهلي ونادي الرجاء. والرجاء. تمام. طبعا بالاضافه ان النادي الاهلي موجود اصلا كعضو رابطه الانديه، ولكن كعضو مكتب تنفيذي في مجلس الاداره. ده اللي بسال عليه. نادي الرجاء. ده اللي بسال. اذا موجود الاهلي والرجاء عن شمال افريقيا في المكتب التنفيذي للرابطه. طب النادي موجود باسمه ولا بالشخص الممثل ليه؟ دي نقطة مهمة جدا، ودي سألنا فيها ان هل النادي الاهلي هيبقى خلاص الممثل من خلاله هو المهندس خالد عبد القادر؟ قال النادي موجود باسم النادي وليس بصفة الشخص. يعني لكن الرئيس باسم الرئيس، الراجل بتاع زاهي سعيد بتاع يانج افريكانز ده موجود باسمه مش بصفة كرئيس نادي. يعني يانج افريكانز ما يقدرش يجيب رئيس من عنده تاني غيره. لا هو موجود بصفته رئيسا للنادي بيمثل نادي يانج افريكانز. اه يعني هو كان الانتخاب على الانديه مش على الاشخاص. لا الانتخاب على الانديه وليس على الاشخاص، الامر متعلق بالانديه يا استاذ ابراهيم، لان الامر بيتوقف على. بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك، انا عايزين الواقع. الواقع ما انا بقول لحضرتك الامر معلق يتعلق بالانديه وليس الاشخاص، لان الامر يرتبط بالتصنيف القاري الخاص بالانديه. وهنثق فيك وهنثق. التصنيف اللي خاص بالانديه، لان دي مساله مهمه حاسمه لجدل تاريخي كبير، اعتقد لسه الناس غارزه في كلام كتير على اليوفط ونادي القرن. اديكم شايفين انه التصنيف اللي معمول بيه في الاتحاد الافريقي من 94 حتى اللحظة هو الحاكم لكل حاجة، لكل حاجة في أفريقيا، سواء في المشاركة في البطولات أو حتى تدشين الرابطة وتقسيم المقاعد فيها أو ترتيب القوة. بالظبط. ودي من النقاط المهمة اللي يعني برضو يعني لما اتكلم باتريس موتسيبي قال احنا عندنا تصنيف النادي الاهلي طبعا، واتكلم في هذا الامر. انا يعني انا بتكلم بقول النادي الاهلي مش عشان احنا موجودين في قناة النادي الاهلي، ولكن ده هو الواقع اللي اتقال، ان النادي الاهلي هو التصنيف الاول على جميع الاندية او جميع فرق القارة الافريقية. وزي ما قلنا استاذ باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، ان في التصنيف لشمال افريقيا النادي الاهلي هو التصنيف الاول، يليه في التصنيف الثاني نادي الوداد، يليه في التصنيف الثالث نادي الترجي، يليه في التصنيف الرابع نادي الرجاء. والاربعه في القاره الافريقيه في شمال افريقيا في القاره الافريقيه ما فيهمش نادي مصري غير النادي الاهلي. طيب بعيدا عن لائحه النظام الاساسي وعن تدشين الرابطه بهذا التشكيل والمكتب التنفيذي بتاعها ودوريه الانعقاد وغيره من الامور الاداريه المنظمه، فين اختصاصات الرابطة؟ هتبحث في ايه ومن حقها تعمل ايه؟ الامور دي هيتم التحديث في اول اجتماع طبعا، دي يعني لا يعني يتم طبعا في لائحة كانت موضوعة وزعت على جميع الحاضرين الأندية.
هيناقشوا فيها ايه البنود اللي هيتم الاستقرار عليها. طبعا باتريس موتسيبي لما اتكلم في هذا الامر قال احنا عندنا هيئه قانونيه، وبصفتي انا كمحامي في كتير جدا من البنود هنرجع ليها عشان نحط الصيغه القانونيه اللي تصاغ من خلالها. وبالمناسبه هو ايضا كان حريص النهارده انه يكون موجود فيكتور جوميز الحكم طبعا الجنوب الافريقي، لان هيبقى في امور خاصه جدا بالتحكيم الافريقي والامور الخاصه بالفار، وامورها هتبقى يعني الشكل للبطوله الافريقيه هيختلف، مش الشكل المسابقات فقط ولكن النظام ايضا، عمليه تطبيق الفار من المباراه الاولى لحتى المباراه الاخيره، وليس تطبيق الفار في المباراه الاقصائيه او المباراه النهائيه. كلها بنود موضوعه في جدول الاعمال، هيتم اول اجتماع لرابطه الانديه هيتم من خلاله وضع التصور النهائي والاخير للبنود اللائحه، واللي هيتم العمل بها بعد موافقه الجميع طبعا على هذه البنود وهذه اللائحه. طيب هل اثير حاجه في المسابقات عن البطوله الجديده الدوري الافريقي ومصيره ايه ووضعيته وتقييمه وجوائزه، ولا ما اثرتش؟ لا طبعا، لا اللي اثير موضوع الاهتمام بشكل الدوري السوبر الافريقي، وان ازاي ازود عدد الانديه، وفي اتجاه كبير ان يكون في زياده لعدد الانديه في البطوله المقبله. ده من الامور اللي تم اثارتها الخاصه ب يعني نظام البطولات. هل يعني قال في تفكير برضه، يعني ده دي نقطه من النقاط المهمه، في تفكير لدى المسؤولين الكاف من الممكن يكون في يعني تفكير لالغاء بطوله الكاس الكونفدراليه. ده تفكير مطروح يعني بالنسبه لهم، قال محل نقاش نشوف ممكن تتلغي بطوله كاس الكونفدراليه ويبقى الاكتفاء ببطوله دوري الابطال افريقيا وبطوله السوبر الافريقي. ولكن هذا الامر طبعا محل نقاش، طبعا هيتم حسمه خلال الفتره القادمه طبقا طبعا للتصويت او الامور الخاصه برابطه الانديه طبعا مع باتريس موتسيبي. تمام، في اي ايضاحات ثانيه في هذا الملف يا فاروق؟ لا يعني انا موجود معاك بقى يا باشمهندس استاذ ابراهيم، لكن في ايضاحات ثانيه خاصه بالمؤتمر بقى اللي عقد بتوقيع بروتوكول نقل مقر الكاف. برضه من النقاط المهمه ان مقر الانديه هيكون في كينيا، وده خلاص من الامور اللي تم حسمت طبعا من خلال هذا الاجتماع. ليه مش تابع لدوله المقر للكاف؟ يعني ليه فصلوها؟ باتريس موتسيبي في هذا الامر اللي احنا عايزين يبقى فيه انتشار للكره الافريقيه، وان يكون دوله كينيا احنا بنعتز بيها، وان يكون موجود مقر في كينيا. فده كان من النقاط اللي هو اتكلم فيها، عايز يبقى فيه انتشار وفي اهتمام ببعض الانديه البعيده عن الساحه الافريقيه. قال انا عايز ارتقي في عندي رؤيه وعايز ارتقي بالكره الافريقيه. عايز يبقى فيه ما بين انديه مش انديه الصفوه فقط في القاره الافريقيه او القمه، عايز يبقى في وجوه جديده تدخل جو المنافسه، وبالتالي هو الامر بيبقى مطروح. في اتجاهات ايضا ان ممكن من يعني من الامور برضو اللي تم الحديث عنها، ان بطوله السوبر الافريقي لو ما تمش زياده عدد الفرق من الممكن تبقى تقام في دوله واحده، يعني ده من الامور برضو اللي كان الحديث. تبقى بطوله مجمعه، بطوله مجمعه في احد الدول، برضو مش هتبقى قاصره على دول فقط شمال افريقيا او دول غرب افريقيا، هتبقى الامر في كل سنه او كل موسم هيكون في دوله مين من الدول. ده في حاله زي ما قال عدم يعني التفكير في زياده عدد الانديه، وده هيكون برضو حاله عدم الغاء بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. طيب فاروق، اللي يهمناك بقى كمصريين، باتريس موتسيبي ناقش البروتوكول او مذكره التفاهم اللي جات له من الدكتور اشرف صبحي لنقل مقر الكاف للعاصمه الاداريه؟ باتريس موتسيبي النهارده يعني حتى انا كلامي مع الدكتور اشرف صبحي بقول له انا شايفه النهارده مختلف، يعني شايف الضحكه والابتسامه من باتريس موتسيبي وهو بيتكلم على مصر، او بيتكلم على قال ما ينفعش ان اكتر فريق يعني متوج على عرش الكره الافريقيه بالبطوله الافريقيه اللي هو النادي الاهلي واللي هو بينافس عالميا، ما ينفعش ان الدوله اللي فيها الفريق ده وفيها المنتخب المصري الاكثر تتويجا بطوله كاس الامم الافريقيه، يبقى في تفكير لنقل المكان من هنا.
لا قال احنا مرتبطين، بنعتز بموروثات مصر، بنعتز بدور مصر الريادي، بنعتز بدور مصر سواء على مستوى الانديه او سواء على مستوى المنتخبات الوطنيه. قال انا سعيد ومبسوط، يعني حتى اتكلم في بعض الامور على الجوانب التنسيقيه هنا في مصر، اتكلم ان في جوانب تنسيقيه استقبال الجنود. قال انا بشكر كل فرد كان موجود معايا هنا في هذا الحدث، سهلوا على الوفود استقبالهم، اتكلم على الاستقبال اللي كان موجود ايضا في فندق اللي بيقيم فيه الافراد المدعوين النهارده، اتكلم قال ان الامور دي انا دايما يعني ببقى معتاد عليها هنا في مصر، فهو رفض. لكن ما حسمش مساله نقل المقر للعاصمه الاداريه. لا تم خلاص، تم الاستقرار على نقل المقر للعاصمه الاداريه، ويعني الدكتور اشرف صبحي اتحدث في هذا الامر ان لما تم عرض الامر على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالامر جدا، وادى كل يعني كل الحلول، وادى كل التعليمات بالتسهيلات طبعا، بتنفيذ كل الامور، ويعني كمان المساحه اللي بياخدها المقر الاتحاد الافريقي مساحه مختلفه تماما، في مكان من افضل الاماكن الاستراتيجيه داخل العاصمه الاداريه. دكتور اشرف صبحي اتحدث ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مدين كل دعم لهذا الامر، والحفاظ على هويه الاتحاد الافريقي. يعني انا يعني تحديثي مع الدكتور اشرف صبحي هو كان تحدي، لان في قوه جديده ظهرت في القاره الافريقيه، في قوه تظهر سواء على مستوى الانديه على مستوى المنتخبات، بدات انها تتكلم في ان نقل المقر الى احد الدول غير مصر. واعتقد ان وجود يعني باتريس موتسيك بتحدث هذا في هذا الامر، ان وجود المقر في مصر مش مدي اي امتياز للنادي الاهلي، يعني الامر ده مش مدي امتياز للنادي الاهلي. صحيح. ولا مدي امتياز للمنتخب المصري. قال شفنا المنتخب المصري صعد للمباراه النهائيه في مع السنغال وخرج، لعب مباراه كاس العالم وخرج، فالامر مش مدي امتياز، الامر كله مقتصر داخل المستطيل الاخضر. انا ضد هذه الامور والاقاويل الافتقار، الامر كله بيحسم داخل المستطيل الاخضر، كل الانديه لها الدعم، كل الانديه من حقها انها تنافس، ولكن بتبقى العوامل اللي كل فريق بتقدر تميزه عن الفريق الثاني وتقدر من خلالها تقف على منصات التتويج. كل تمام لحاجة. احسنت يا فاروق، احسنت، و تفاصيل كامله. عجبني انك ذاكرت كويس قبل ما تطلع واجبت على جميع الاسئله اللي كنا محتاجين نقدمها للساده المشاهدين. شكرا لك. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي.